هذه الكرة الأرضية عليها مليارات من الناس والبشر يعيشون في أصقاعها، لكن البقاء والأثر الأبقى والأقوى والأدوم والأصلح لمن استثمر وقته لله جل في علاه. ولذلك من جعل الوقت لله واستثمر ذلك في طاعة الله فردا أثر ذلك على أسرته وعلى مجتمعه وعلى بلده بل وعلى أمته. ولذلك تذكر اليوم بعض الأمم وإن كانت كافرة لأنها قد استثمرت أوقاتها. ولذلك حينما عرفوا قيمة ذلك الوقت استطاعوا أن يتقدموا في الصناعات والقوة. سويسرا على سبيل المثال، السويسريون كان عندهم وقت فراغ في الشتاء فيبقون في بيوتهم في فصل الشتاء في الليل خاصة أوقاتا طويلة، فما كان منهم إلا أن استثمروا ذلك الوقت فصنعوا تلك الساعات التي أصبحت ماركة من الماركات العالمية، لأنهم يدركون قيمة ذلك الوقت. والأول يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. العالم اليوم كله لو أدرك قيمة الساعة بل الدقيقة بل الثانية قبل اليوم والأسبوع والشهر لاستطاعت الأمة برمتها وأكملها، وأعني بالأمة المسلمة، أن تصنع وأن تحقق شيئا. باختصار قولوها لرجالنا وشبابنا ونسائنا وأطفالنا وصناع القرار والصغير والكبير، قولوا لهم أن الحياة سباق وصراع، إن لم تسبق فيها فأنت ستكون مسبوق. كم من واحد فكر في مشروع دعوي علمي تجاري صناعي خدمي ثم هذا التفكير لم يخرج من حيز التفكير فقط، سيرى أن مثل هذا المشروع سيجد من فكر ومن خطط ومن نفذ بل ومن صدر ما كان يفكر فيه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت علي شمسه، يقول: يقرب مني الأجل ولم أزدد في العمل. كل يوم تغرب الشمس أنت تتقدم إلى القبر ولا يعود ذلك اليوم. الأمة الفوضوية لا تحقق حضارة، الأمة التي لا تحترم وقتا ولا ترسم خططا ولا تجعل استراتيجية في عملها، هذه أمة ضائعة. فلنتعلم أن الوقت عظيم، وأنه إذا مضى يومك من غير حق قضيته أو فرض أديته أو فعل محمود فعلته فقد ظلمت نفسك وعققت يومك. وسنسأل عن هذا اليوم وعن هذه الساعة التي لا نعرف أحيانا لها قدرا. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.